اللي ما بيجددش طاقة الحب فايته ايه؟ فايته كتير، فايته كل الحب، فايته كل حلاوة الحب، فايته المشاعر الحلوة. لأن اللي ما بيجددش طاقة الحب بيحصل عنده ايه؟ بيبقى دريند، دايما بيبقى كل الطاقة الحلوة الإيجابية والنشاط والمشاعر والبهجة اللي على وشه تلاقيها مسحوبة. ليه؟ هو مش حاسس بيها، هو مش قادر يلمسها من جواه. هو فقد الشيء لا يعطيه. طب هو فقده ليه؟ مش عشان ما بيحبش حد، هو ما بدأش يحب نفسه الأول. احنا عشان النهاردة في عيد الحب عايزين نقول للناس أول حد تحبه هو نفسك. بس صعب قوي بقى انك انت تحبي نفسك وتستغني عن، مش لدرجة تستغني ولكن انك انت تبدي نفسك عن احبائك، عن اولادك، عن جوزك، عن مسؤولياتك. يعني بحس دايما ان الست بس ده مفهوم بقى اللي احنا طلعنا عليه. أيوة. فكرة انه غلط وشيء مريع انك تفكري في نفسك. عارفة بس انت اللي بتقوليه ده اللي كلنا فعلا طلعنا لقيناه في المجتمع. انت لو فكرتي في نفسك بقيتي انانية. صح. فانت لو اهتميتي بنفسك كأم، لا لا لا، ده انت هتنسي جوزك وبيتك وولادك. صحيح. لا 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 خالص. على فكره انا كل ما انا احب نفسي، كل ما اقدرها وكل ما اراعيها واطبطب عليها، كل ما هقدر اطلع طاقه اكتر لكل اللي حواليا. طبعا هنور. لان انا امتى وشي بينور؟ لما قلبي بينور، لما بتبقي مبسوطه وفي حاله حب وعندك مشاعر. الحب بقى ده ملوش علاقه بالاشخاص، يعني مش لازم يبقى الشخص في حياته انسان بيحبه عشان يبقى بيحب. هو لو حب نفسه وشه هينور. صحيح. الطاقه من هنا. طب انا نعمل احب نفسي. قولي لنا خطوات عمليه لرعايه النفس وازاي ابدا احب نفسي. اكتر حاجه بتعمل حب الذات ان انا اكونكت بالارض. ارتبط بالارض. حاجه إزاي؟ غريبه جدا بقى. يعني ايه؟ انت عارفه ان دايما كان زمان يقول لك ايه، ما تمشيش حافي، ما تمشيش، ما تقلعش في البيت وتمشي كده. لا، امشي حافي فعلا. انزل امشي في البيت. ده هياثر في ايه يعني؟ روح على اي نجيله خضراء وامشي حافي. كونكت مع الارض، كونكت مع الطبيعه. الحاجات دي كلها بتغسل روحنا من جوانا، بتنظفنا، بتربطنا بايه؟ بتربطنا بالطبيعه. كل ما بترتبطي بالطبيعه اكتر، كل ما بتنقي نفسك، كل ما الحب بيتملي جواكي. انزلي في اي جنينه قريبه، امشي عليها برجلك من غير ما تبقي لابسه حاجه. كل ده بيطلع طاقه. طب الحيوانات الصغيره، الكلاب والقطط الصغيره، الحيوانات الاليفه الصغيره، اللعب معاهم بيدي طاقه ايجابيه وبيعمل حب. بس ده حقيقي. ده حقيقي. ايه مين كمان؟ كبار السن. القعده معاهم بتملى الانسان بطاقه الحب. زي البيبيهات بالظبط، لان هما الاثنين دول اكتر شخصين في مراحل عمريه بيدونا حب. طيب نقدر نعمل ايه كمان؟ ممكن تخصصي وقت لنفسك. انت عارفه ان العطاء بيعمل الحب كمان. وتخصصي وقت لنفسك، وقت ثابت في روتينك. لا تسايقي. انت دلوقتي عندك في جدولك في الاسبوع بتروحي شغلك وعندك تمارينك وزي ما انت شفتي مسؤوليات اللي هي الحياه. بالظبط. احنا ما بنتكلمش في مسؤوليات كمان عاديه، احنا بنتكلم في ضغوط في مجتمع دلوقتي. الناس كلها بتجري، مفيش حد لاحق يقف ويقول ايه ده، انا بحب ايه، انا بكره ايه، طب انا محتاج ايه، طب نعمل ايه بقى عشان عيد الحب. نجيب ورقه وقلم صغيرين ونعمل نوتس لنفسنا 10 حاجات انا بحبها. انا كانسان بحبها. 1، انا بحب اقضي وقتي مع نفسي في السينما، بحب اروح سينما مثلا. اوكي. نوع اكله، انا بحب اكل سوشي. 3، انا بحب البس كذا. بس هروح لوحدي؟ بصي، خلينا الاول نكتب العشر نقط ونشوف هل انا في كل النقط محتاج كومباني معايا ولا انا اقدر استمتع بيها لوحدي. لان هي هنا لما بكتب العشر حاجات دول، اول حاجه لما بحس ان انا عايز اشحن طاقتي تاني هعمل ايه؟ هفتح العشر نقط اللي انا كاتبهم بنفسي ان دول بيبسطوني. تمام. في مكالمة معينة مع صديق أو حد من قريبين مني، دي بتريحني نفسيا، أكتبها. فأنا أبقى عارف أنا لما أحب أشحن طاقتي هريح على دول. ما أقعدش بقى أفكر، لأن دايما وإحنا مضغوطين أو إحنا دريند ما بنقدرش نوصل للحاجة اللي تملى مشاعرنا تاني بالحب. طب فاضل دقيقة ونص نصائح. يعني الفتي نظرنا الغلطات بنعملها، ممكن خلينا لا قادرين نوصل الحب للطرف المهم في حياتنا، أمي، أبويا، جوزي، ولادي، أو لنفسي، وده بيسحب كتير من طاقتي وينعكس سلبا على العلاقة. عدم التعبير عن نفسي. خلينا نقول إن دي نقطة أساسية لو إحنا فعلا محتاجين نوصلها ونختم بيها. عدم التعبير عن نفسي من أكتر الحاجات اللي ما بتوصلش للي حواليا أنا محتاجة إيه. يبقى أنا محتاجة أقف وأقول أنا محتاجة، أنا محتاجة حب، أنا محتاجة رعاية، أنا محتاجة اهتمام، أنا محتاجة وقت لنفسي. أنا لما أقول أنا محتاجة حاجة معينة اللي حواليا هيلبوها لي.